تمام اوكي يا شباب، لا هتردوا معايا، احنا الحصه انا بقى مررت بتتفق لو محدش بيرد. تمام، البلاسينتا لو سالتكم الفورميشن بتاعها امتى، امتى اتكونت الفورميشن بتاعها؟ لا دي معلومه بقى خاطئه، مش كتير يعرفها. البلاسينتا، ممتاز كده احمد فايق صح، هي اتكونت في الفيرست مانس ولكن بتبقى ايبل تو سكريت الاستروجين والبروجستيرون، تقدر تطلع البروجستيرون يا رانيا في الشهر الرابع. خلاص يبقى خلي بالك من النقطه دي، اول ملحوظه عندنا في الريبرودكشن. بلاسينتا بتشتغل، اتكونت امتى؟ اتكونت من اول ما حصل امبلانتيشن، لما حصل للبلاستوسيست دي. لو انتوا قريتوا بنك المعرفه، الموريولا دي بيبقى ليها اسم بلاستوسيست، بتتقدم في النمو لحد ما تيجي تعمل هنا امبلانتيشن. ايه ايوه، ما الموريولا دي بتتحول بلاستوسيست، المراحل بتاعت الديفلوبمنت خلاص. والبلاستوسيست دي في بنك المعرفه بتبقى 3 بارتس، اكسترنال وميد وانترنال. دي معلومه تعرفها على الماشي. ولكن الامبلانتيشن للموريولا حصل امتى؟ بعد اسبوع. مجرد ما يحصل لها امبلانتيشن بتطلع بلاد كابيلاريز من الفيتس ده مع الام والجنين ويعملوا البلاسينتا، يبقى هي من اول ما حصل امبلانتيشن. دي اول ملحوظه عايزين نقولها. طيب ايه رايكم البلاسينتا دي شغاله للجنين ايه؟ يعني هي شغاله للجنين انهي سيستم؟ يعني هي بدل انهي سيستم في الجنين؟ هو اهم سيستم بالظبط، اهم سيستم ان هي بتدي له اكسجين وتاخد منه كربون دايوكسيد بدل التو لانجز. يبقى الحاجه المهمه بالنسبه للفيتس ان البلاسينتا دي شغاله كانها لانجز. طب لو انا عملت فيتس كده كانه في بطن امه، تفتكروا ايه تاني مش شغال عنده من السيستم؟ ايه رايكم في الجي اي تي الدايجستيف سيستم، يبقى شغال في الفيتس ولا لا؟ ايه رأي؟ طب ليه يا رانيا، ايه الدليل؟ الواد مش بياخد فود من بقه صح؟ بالظبط، بياخد دايجستد فود، بياخده من البلاسينتا خلاص بالترانسفيوجن. ترانسفيوجن بيتبدل من مع مامته، لكن ما بتديلوش مامته سندوتش برجر كل يوم الصبح وهو في بطنها، فينزل جوه بقه ويعدي في الفارينكس والسوفيجاس ويدخل الاستومك والى اخره. عشان كده الدايجستيف سيستم مش شغال خلاص. طب ايه رايكم اليورينري سيستم، يبقى شغال ولا لا؟ طب سؤال، طب هو اليورينري سيستم كان بيطلع كربون دايوكسيد اصلا عشان نقول البلاسينتا قامت بالدور؟ بالظبط، نيتروجينوس ويست زي اليوريا واليوريك اسيد صح، اليوريا واليوريك اسيد اكسلنت. تمام، يبقى اكيد اليورينري سيستم المفروض يبقى شغال، بدليل ان السائل اللي حوالين الولد ده الامنيوتيك فلويد لما بيجي يتولد كان بيغرقنا، ريحته منتنه جدا، معفن، سائل معفن، اليورين بتاع الولد بينزل فيه، اليورين بينزل فيه بتاع الفيتس. فاليورينري سيستم شغال لان انت بتاخد بلاد من الام، بيبقى البلاد ده فيه امينو اسيد وفيه مواد بتطلع من اليورينري سيستم. طيب ندي فكره تانية، ايه رايكم في الملاريا؟ فاكرين احنا عندنا الانوفيلس والهيومن، مين الهوست ومين البارازايت؟ مين الهوست؟ اكسلنت، البارازايت صح، والهيومن ايه وضعه؟ هوست، الاثنين هوست، الاثنين هوست، بس المين هوست مين؟ الفيميل انوفيلس، لان جواها الاستومك اللي بيحصل فيها الريبرودكشن او السكشوال ريبرودكشن. تاني، البارازايت هو الملاريا نفسها، البارازايت هو الملاريا،
البارازايت هو الملاريا، لكن الهوست الانسان الهيومن وي الفيميل انوفلس. في ناس كتير تفكر الانوفلس دي هي البارازايت، هي المؤذيه، على فكره هي متضرره برضو زيها زي الهيومن. ومين اللي مستفيد من القصه دي؟ البارازايت. في حته بحب اقولها كده دايما، ان عندنا قاعه الافراح هي الاستومك. يعني ايه قاعه الافراح؟ بيحصل فيها السكشوال ريبرودكشن. اذا اي حاجه تانية هسالك عليها في اي مكان، سبوروزايت ميروزايت كلها ان 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 ان، اي حاجه ان ما عدا جوه قاعه الافراح هي الوحيده اللي هتلاقي فيها 2 ان. يبقى دي قاعده مهمه جدا، اي حاجه هتبقى ان ما عدا اللي جوه قاعه الافراح. مين قاعه الافراح بتاعتنا اللي هيتجوزوا فيها؟ الاستومك بتاعه الفيميل انوفلس. طيب تيجي نربط القصه دي بالاميونيتي، ايه اللي ممكن يعاني منه الشخص ده؟ لو قلت عنده سبلينوميجالي، ناخدها واحده واحده عشان الحته دي خطيره جدا، ركزوا فيها نطلع فيها افكار كتير. ايه رايكم لو حصل له سبلينوميجالي، تضخم في الطحال بتاعه، سبلينوميجالي true or false؟ يلا يا رانيا انت عايزك تشاركي زي احمد، احمد بيتكلم عشان تحسوا بحسه ممتعه. ها true or false، الطحال بتاعي تضخم ولا لا؟ صح. انت يعني انت عايزه تقولي، بس شكلك ايه موطيه صوتك، فانا بحاول اسمع. بس انا سمعت ريد بلاد سيلز، مش احنا عارفين ان الريد بلاد سيلز دي بيحصل لها ان هي فاجوسايتوزس، بتاكلها البلعميه اللي هي الفاجوسايتس بعد 120 يوم. مين المقبره بتاعت دفن الكرات دي؟ دايما بحب اسميه مقبره كرات الدم الحمراء، الريد بلاد سيلز، هو السبلين. طيب هي ليه مقبره؟ مقبره بتدفن اي كرات دم حمراء اتكسرت او خلصت عمرها. فالراجل ده اللي عنده ملاريا، ايه اللي بيحصل له كل فتره؟ ان الريد بلاد سيلز بتاعته مالها؟ حصل لها ايه؟ اكسبلوجن، بتنفجر. بتنفجر ليه؟ لان الميروزايتس، الميروزايتس دخل، السبوروزايتس دخلت عملت ميروزايتس فانفجرت الكرات دي. طيب فلما انفجرت الريد بلاد سيلز دي واتكسرت كده، طلعت بواقي او زباله او نفايات، هتروح مين تتخزن جواه او يتخلص منها؟ السبلين. فالسبلين يحصل له ايه؟ يبقى سبلينوميجالي، سبلينوميجالي تضخم. طب ايه رايكم الليفر يحصل ليه حاجه اسمها ايه؟ تضخم. عارفين تضخم الكبد اسمها ايه؟ هيباتوميجالي. صح، ممكن يحصل هيباتوميجالي. وايه تفسيركم للقصه دي لو حصلت؟ هو ممكن ليه بقى؟ صح بالظبط، السبوروزايتس بتبقى جواه وعماله تعمل ريبرودكشن، خلاص بتقعد كام سايكل جوه الليفر؟ بتعمل كام سايكل؟ تو سايكل. لكن لما تدخل جوه الريد بلاد سيلز بتعمل ميني سايكلز. طيب ممكن نطلع فكره تانية من القصه دي، ايه رايكم الراجل ده يجي الاستقبال ويقول لك يا دكتور والله انا كل يومين بيحصل لي سخونه؟ صح، مش احنا قلنا السامتوز بتاعته بتظهر كل يومين؟ مظبوط. ايه رايكم لو عملنا في رسم كده، كنت عامل له رسم بياني، استنوا اجيبها لكم. لو انا عملت كده وقلت لكم السيمتومز دي، ده التايم باي دايز بالايام، دي السيمتومز، خلاص كام يوم الراجل ده تعبان، بقاله كام يوم تعبان؟ 10 ايام. ليه بقى؟ ادي اول ما ظهرت سيمتومز هنا، ده كده يومين، كده يومين 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 بالظبط، خمس مرات في كل يومين تظهر عليه اعراض، يدينا كام يوم؟ يدينا 10 دايز. خلاص دي مهمه جدا، 10 دايز. طيب هل ممكن الملاريا تخلي الراجل ده لو جبنا منه بول يورين يبقى فيه بلاد، دم احمر كده، وارد ولا مش وارد؟ طب افتكر معانا عشان على فكره في حتت ممكن تيجي من تانية. فاكرين الكيدني لما كانت بتعمل فلتريشن عن طريق الباومانز كبسول، كان المفروض في حاجات ما تعديش جواها، مين اللي ما كانش المفروض ينزل في البول؟
ريد بلاد سيلز وبروتين، ريد بلاد سيلز وبروتين. لكن الراجل ده دمه مكسر صح؟ مش دمه مكسر، الريد بلاد سيلز متكسره فحجمها بقى صغير، فتنزل في اليورين، فتيجي تلاقي الراجل ده جاي لك بالبول بتاعه او اليورين بتاعه فيه ريد بلاد سيلز. تمام، دي برضو فكره في الملاريا. ايه تاني ممكن نتكلم فيه على الملاريا؟ سؤال بقى، هل الملاريا دي بتعمل فاريشن في الاطفال او في الكائنات اللي طالعه منها، في فاريشن تنوع ولا لا؟ انت ترد عليا تقول لي ما بتعمل سيكشوال، المفروض يبقى في فاريشن صح؟ طيب تعال ناخد حته كده مهمه جدا، مين السورس بتاع الميل والفيميل؟ مين اللي جاب لنا الميل؟ خلاص، ومين اللي جاب لنا الفيميل عشان يتجوزوا في الاستومك؟ ايه السورس بتاعهم؟ مين ابوهم؟ ايه بالظبط؟ الميرو صح، الميرو كانت جوه الريد بلاد سيلز. طيب قول لي بقى الريد بلاد سيلز طلعت كام حاجه بعد ما انفجرت؟ طلعت ميرو زايتس زيها. طب لا بصوا على صوتكم عشان انتوا بتتكلموا بصوت واطي وانا ايه معلق الموبايل فعايز اسمع. لا الصوت بيوصل حلو يا ابني صدقني، ده انا بسأل السؤال وانتوا بتردوا عليا في لحظتها ازاي. يلا بتطلع ايه؟ ميرو زايتس برضو. طلع ايه تاني؟ ايه تاني؟ توكسينز مهمة دي جدا صح؟ ايه تالت؟ الجاميتس بالظبط. يبقى ناخد واحدة واحدة. التوكسينز دي كونها بتطلع كل يومين بيقول لي كده ان الريد بلاد سيلز دي بيحصل لها انفجار كل يومين، خلاص؟ يبقى كده معلومة. الجاميتس دي الميل والفيميل جاميتس دي جاية من مين؟ جاية من مكان واحد صح؟ هل ده بيعمل فاريشن ولا المفروض كده في قصور في الفاريشن؟ مش الاب واحد كروس اوفرنج فين؟ الفكره كلها ان السورس الاب واحد، المصدر السورس واحد، جايين من حاجه واحده، فاكيد مفيش تنوع هنا، مفيش فاريشن، فدي عيب فيها، مع ان احنا خدنا القصه دي اصلا متاخده ليه عشان تجيب لك فاريشن، دي حاجه غريبه بصراحه، بس ما علينا من دي. شايفين التوكسينز دي انا عايز اروح البسها في فصل الاميونيتي. مين خطير يقول لي لو انت فكرت بفكر اللي هيحط الامتحان ده الخبيث بقى بالخبث بتاعه وعايز تجيب على التوكسينز دي سؤال في الاميونيتي؟ لا بصوا انصحكم نصيحه، انتوا اكيد فاتحين من واي فاي، لما تيجي تحضروا الحصه افتحوا الواي فاي على الهاي ليميت، خلوه السرعه بتاعتها اقوى حاجه عشان نسمع كويس. انتوا قلتوا ايه التوكسينز؟ ايوه انهي واحده صح؟ مش الانتي بادي ليه طريقه انتي بوديز ليها طريقه بتتعامل مع التوكسينز؟ ممتاز، يبقى دي انا ربطها مع الانتي بوديز. خلاص يبقى دي ربطها مع مين؟ مع الانتي بوديز. لو انت عندك التوكسين اهو، ده منظر التوكسين ودي السل بتاعت الجسم بتاعك، لو التوكسين ده وصل للسل هيبوظها. مين اللي هينقذنا من هذه القصه؟ الانتي بوديز تيجي تمسك التوكسين كده خلاص، وانتي بودي يمسك التوكسين ده كده، وانتي بودي يمسك التوكسين ده ايه كده خلاص. فكده انت منعت التوكسين يروح للسل، عملت لها بروتكشن. طيب حته مهمه كمان ايه تاني؟ احنا كده خدنا في الملاريا. اوكي ثانية. طيب الجاميتوفايتس، فاكرين الجاميتوفايت في الفيرن بلانت شكله شبه ايه؟ الهارت ده انا برضو بسميه قاعة الافراح. ليه بسميه قاعة الافراح؟ لان بيحصل فيه سيكشوال ريبرودكشن زيه زي مين في الملاريا اخدناه؟ زيه زي الاستومك خلاص. طيب انت عندك ايه؟ قول. طيب في حته عايز اريحكم فيها شويه، احنا عندنا
في الفيرن بلانت والملاريا. النت يا احمد لازم تفتح النت على اخره، لو انت فاتح النت ضعيف هيعمل معاك القصة دي. طب انا هحاول ابطأ في الكلام شوية، تمام كده كده في ريكوردنج، لو فاتتك حتة تقدر ترجع تسمعه تاني. بصوا معايا كده عشان نركز في الحتة دي، احنا خدنا في الملاريا مين يقول لي الستارت كانت ايه، البداية ايه والنهاية ايه والاند. البداية كانت ان ولا تو ان في الملاريا لما قرصت الانسان؟ ان سبورزويتس صح. النهاية لازم ترجع، النهاية لازم ترجع ايه برضو، ترجع ان، يبقى ستارت ان نهاية ان. طب انا قابلني في النص هنا جوه الاستومك تو ان، يبقى انا لازم اعمل ميوزس عشان يرجعوا ايه في الاخر الان. طلعت لنا حاجه اسمها ايه هنا الاو الزايجوت بقى او كاينت، والاو كاينت بقى او ايه او سيست. خلاص انت هنا 2 ان، ودي مصيبه بالنسبه لك، انت اللي بدات بيه لازم ترجع ليه، يبقى لازم تعمل ميوزس هنا. طيب بص كده بقى في الفيرنز بلانت دي انت بدات كام؟ بدات 2 ان، فلازم ترجع في النهايه ايه 2 ان. لقيت نفسك هنا ان، يبقى لازم يحصل سيكشوال ريبرودكشن ويعملوا مع بعض زايجوت ويتكون ال 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 البلانت اللي هيطلع هنا ده. اسمه ايه البلانت اللي طالع هنا ده؟ سبوروفايت. خلاص كام ان السبوروفايت ده؟ 2 ان. بصوا بقى معايا الراجل ده الجاميتوفايت، ده الجاميتوفايت انا بسميه الرجل المهزأ، زيه زي الميل بتاع البي نحل العسل. خلاص اوكي انتوا بتسموه ليه اسم كده عندكم في اللغات، ذكر نحل العسل دايما بنساه ايه؟ لا ليه اسم تاني، انت قلتيه يا رانيا قولي. تمام ده رجل مهزأ وده مهزأ. ليه كل ليه بسميه مهزأ؟ عشان دايما بيبقى ان. طيب ده ال 2 ان، ال 2 ان راكب فوق ال ان، نقدر نقول ده هوست ولا بارازايت؟ يلا عايزين نطلع مين هوست ومين بارازايت. السبوروفايت ده البارازايت وده ايه؟ الهوست. بصوا دي لما حبينا نعمل عليها سؤال رسم بياني، شايفين المنظر ده؟ طيب مين اللي هيعيش حياته كامله ومين هيعيش حياته ناقصه او يعيش مؤقتا؟ ده كاملة صح. مين يا عيني الغلبان اللي هيعيش حياة مؤقتة temporary؟ الجاميتوفايت. بصوا بقى لما جينا نعمل سؤال على الحتة دي، بص اعمله ازاي. لو جه قال لك ان السهم اللي فوق ده بيمثل الفوتوسينثيس بروسيس، عملية البناء الضوئي، خلاص وده التايم او الزمن، عمل لك كده ده بيمثل جاميتوفايت ولا السبوروفايت؟ طيب برافو عليكم. ممكن كمان نخلي الرسمه كده تمام، ان الحته دي تبقى قليله. الفتره دي مين يقول لي الفتره دي تعتبر ايه بالنسبه لحياته؟ لما وقعت منه السبور، وقعت في الارض السبور وبدات تنمو 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 تعمل لنا ايه؟ الجاميتوفايت. لما يطلع عليه السبوروفايت يبدا حياته تعمل ايه بقى؟ تنحدر لاسفل ويبطل يعمل فوتوسينثيز ايه بروسيس. دي برضو فكره سؤال على الحته دي. طيب ديكو ايه تاني؟ طيب فاكرين انتوا السكاليري فورم؟ عارفين السكاليري فورم؟ ايه السكاليري فورم بالظبط؟ هعمل حاجه وقولوا لي ايه ده. دي كانت هنا، كانت عند الان وطلعت بقت عند ال 2 ان وفضلت لفوق كده. هل كده الكونديشن بالنسبه لها سويتابل كونديشن ولا لسه ان سويتابل؟ ان سويتابل. مجرد ما تعمل الميوزس وترجع لاصلها، الميوزس ده يقول دي ان بقت سويتابل ايه كونديشن، بقت سويتابل كونديشن. اذا في شرط هنا، في شرط للقصه دي. طيب دي فكره برضو مهمه جدا. فكره كمان انا لسه ما دخلتش في المنازل، بحاول اديكم كده من كل فصل من كل درس حاجه مهمه. طيب
عارفين انتوا الفول؟ فين الفول؟ جبتوا فول حلاتي قبل كده؟ فول الفول الاخضر ده انتوا ايه؟ بيبقى جوه الفول كده، مش الفول بيبقى كده من جوه، جوه غلاف اخضر، ولا ما شفتوش ده قبل كده في حياتكم؟ طيب لو سألتكم السهم ده مين اللي كونه؟ من الأوفري، تمام، ودي ايه؟ هي دي سيد، ماشي، دي سيد، ولكن هي جاية منين؟ من الأوفا، صح؟ أما ده، صح، اما دي القشره اللي من بره دي، تخيلوا هي دي المفروض بالنسبه لنا احنا الثمره، لكن جايه منين؟ دي جايه من الاوفري. يبقى ركزوا معايا كده، ده المنظر اهو، دي جايه دي، ركزوا في السهم. طب دي جايه من دي، هل الرسمه اللي تحت دي صح كده ولا في حاجه ناقصه؟ دي صح كده ولا المفروض يبقى في حاجة تانية؟ طب سؤال واحد، الفولة اللي قدامكم دي فيها كام سيد، كام بذرة؟ طب ده ما تعدوا يا شباب، انتوا هتسيبوني اكلم نفسي؟ كام؟ 6، تمام، 6، مظبوط. يبقى المفروض يبقى جوه الاوفري في كام اوفا او اوفم؟ 6. يبقى انا المفروض اعمل كده 3 4 5 6. طبعا انت لازم تاخد بالك ان دي الاوفم، مش السيلز اللي جواها، هنا في 3 وهنا في 2 وهنا في 3. خلاص، اللي انا عايز اقوله ان كل سيد، كل بذره جايه من اوفم. طيب انا دلوقتي عندي سيدز كتير، كل ده كان جوه اوفري واحده. المثال اللي هيوضح لك، لو انت نزلت اشتريت بطيخه دلوقتي، ووتر ميلون، هتلاقي جوه البطيخه بذر كتير، صح؟ هذه بطيخه واحده، دي بطيخه واحده، يبقى جايه من كام اوفري؟ يبقى دي بما ان هي بطيخه واحده يبقى جايه من 1 اوفري. طيب كونها فيها بذور سيتس كتيرة، يبقى أكيد الأوفري ده كان فيه بالظبط. وصلت؟ طيب أديكم مثال. طيب نرجع للفولة تاني أهي كده، قدامك كام سيد؟ 4. مين يقول لي كل سيد بتبقى جاية من كام نيوكلياي؟ بالظبط، الواحدة جاية من 5، يبقى توتال كده كام نيوكلياي؟ يطلع 20، تمام؟ أتمنى يكون تمام. طيب إيه الفرق لو أنا جبت لكم كده المنظر ده وجبت لكم المنظر ده وعملت كده؟ هجيب لون جرين وأروح أحط كده. ايه الفرق بين دي ودي؟ دي دايكوتيليدون ودي مونو ايه؟ مونوكوتيليدون، صح. ده الامبريو او الزايجوت بتاعنا، خلاص. هنا دي كان في هنا غذاء بتاكله، الفود اسمه ايه الغذاء ده؟ بالظبط، اندو سبيرم. كم ان؟ 3 ان. طيب لو انا عملت كده بالسهم على المنظر بتاع، نخلينا مثلا نقول دي كده، جايه منين الحته دي؟ ايه اصلها؟ ما تتسرعش، فكر. اوفري وول، ايوه،
الاوفيول كفرز كمان، مش ركزوا. طب دي مش دايكوتوليدون؟ يعني دي تنفع تبقى فول وما تنفعش تبقى فولة؟ انا هخليكم ترجعوا دلوقتي لورا بالزمن، تنفع تبقى الفولة وما تنفعش تبقى الفولة؟ بذرة الفول تنفع. دي اللي انتوا لسه مجاوبينها اهي اهي اهي، هرجع للحتة دي. دي جايبينها من مين؟ دي من الاوفيول. يبقى انا بسألك على الغلاف بتاعها او الكفر بتاعها، هتقولي من الكفرز بتاعت الاوفيول، يبقى ما تقولش الاوفري. ليه اتخدعتوا فيها؟ لان انتوا كده مفكرين دي الثمرة نفسها، لان دي البذرة، دي البذرة نفسها. مين لقط الحتة دي؟ عشان الحتة دي صعبة. تمام يا رانيا انت واحمد؟ تمام يا احمد الحتة دي؟ طيب انت عايز الاوفري بتاع دي بقى حطها في الكفر بتاعها بتاع الفولة بقى، الغشاء الاخضر ده، الحتة الجرين الخضرة اللي انت بتقشرها دي. لكن هنا دي بتاعت مين بقى؟ لو دي مثلا ويت سيد، ده الكفر بتاع الاوفري نفسها. اما البذره جوه انت مش شايفها، خلاص السيد انت مش شايفها. حصل هنا ايه؟ اتاتشمنت بين الاوفري من بره وبين الاوفر اللي جوه. تمام. تعالوا ناخد دي برضو. ايه رايكم لو جبت لكم قلت لكم دي ابل وعملت لكم كده وحطيت كده، ده جاي منين ودي جايه منين واللي جوه دي جايه منين؟ الاولى دي منين؟ دي الاوفري بالظبط، دي الريسبت. طيب دي بقى اللي هي الحته، خلي بالكوا دي اللي انا الار دي ريسبتكل، ده كل ده كل ده خلاص. طيب اللي جوه دي بقى، دي الكفر ده من مين؟ لا اظبط اظبطي اوفري. طب ما هو انت هتيجي تقولي على النقطه دي اللي هي السيد البذره لوفيو، وصلت الحته دي خطيره برضو. تمام، وجت في امتحانات برضو قبل كده. طيب مين اللي عنده سيدس كتيره جواه؟ تتخمنوا البطيخه زي ما قلنا، الوتر ميلون، توميتو بقى. ايه رايكم في الطماطم؟ فيها ولا ما فيهاش نفس القصه؟ فيها، فخلوا بالكم لما يقول لك واحده من الاشكال دي. في حاجه استفدتوا منها ولا ايه الدنيا معاكم؟ طيب انا لسه ما دخلتش في الهيومن، في حاجات عظيمه جدا. طيب بصوا معايا الحته دي، رسم بياني بقى، الحاجات دي مش هتلاقوها عندكم اكيد. هنا الريبرودكشن ريت، معدل الريبرودكشن، يا ترى بيحصل كتير ولا قليل؟ وجاب لك السهم ده هنا لوس اوف ووتر، وقال لك انا هكلمك على السبايرو جايرا. تعرفوا يعني السبايرو جايرا ده بيحب ايه؟ امتى يعمل كونجوجيشن؟ امتى يعمل كونجوجيشن؟ سويتابل ولا ان سويتابل؟ نو ان سويتابل. طب لما لو كانت سويتابل كان لازم هيعمل ايه ساعتها؟ اسيكشوال ريبرودكشن. مين طب يلقط معايا كده حاجه كده غريبه احنا قلناها؟ ده انت بتقول لي ان هو بيعمل كونجوجيشن لما تبقى ان سويتابل كونديشن. طب هو ليه بقى بيرخم ما بيرضاش يعمل ميوزس غير لما تبقى اسويتابل؟ فانتوا منين بتقولوا لنا ريبرودكشن سيكشوال ومنين محتاج؟ هو كده فاكرين لما قلنا هو عشان يعمل ميوزس لازم تبقى الكونديشن سويتابل، رغم ان انت واخد في البدايه ان هو ايه بيبقى في الكونديشن الان سويتابل. طيب بصوا بقى معايا هنا الرسمه دي، بدالك من هنا، هنا الريت اوف ريبرودكشن كتير ولا قليل؟ طب بص هتوضح لكم اكتر كده. انا ده بالنسبه لي رقم 1 وده 2، مين فيهم سيكشوال ومين اسيكشوال؟ امتى كان سيكشوال؟ يعني امتى وان اسيكشوال ولا سيكشوال؟ 1. بص يا رانيا كل ما نمشي كده
كل ما نمشي كده كل ما بيحصل للكونديشن بتبقى ايه؟ زي الزفت، تبقى انسويتابل صح؟ يبقى انا اكيد لما كنت هنا كنت سويتابل ولا انسويتابل؟ سويتابل. بص التفكير بقى ازاي بقى هنا ان، فانا اكيد في الحتة دي هعمل الحاجة اللي هي بتبقى في السويتابل اللي هو سيكشوال ولا اسيكشوال؟ اسيكشوال خلاص. اما في تو بقى الدنيا باظت خالص، يبقى يا جماعة والله احنا هنعمل سيكشوال بقى. فهمت التركة دي؟ مهمة جدا. طيب انا لو عندي تو سبايرو جايرا خلاص، كل واحد فيهم عنده 20 سيلز، عنده 20 خلية، كل واحد منهم عنده 20 خلية تمام. كم عدد الافراد اللي ممكن تطلع الجديدة؟ هديكوا اختيارات 13 22 24 40. انت عندك الخيط واحد الفيلمنت سبايرو جايرا فيلمنت ده فيه 20 سيل وده 20 سيل، ما فيش 20 في الاختيارات. ما هو السؤال بقى عايزك تفكر لو ما فيش 20 كام؟ 40. لا هو بيقول لي كم زايجوت، كم زايجوت هيطلع؟ انت عارفه الزايجوت سيل مع سيل. ماشي، ما هو ما فيش 20. خد اللي اقل من العشرين. ليه طيب؟ ليه طيب؟ هو لازم كل الخلايا تعمل كونجوجيشن مع بعض؟ لا طبعا، لا طبعا، مش كل الفيلمنت هتعمل كونجوجيشن. فاقل ممكن 20 لو كان جابها لك كنت اخترتها، لكن كونه ما جابش 20 اكيد مش هاخد حاجه اكتر، لان لو سيل هنا مع سيل هنا هيعملوا مع بعض، سيل هنا وسيل هنا هيعملوا مع بعض خلاص. طيب حتى لو عملت لاترال هيبقى هنا طلع لك من اللاين ده 10 مع بعض، كل اتنين مع بعض هيطلع لك 10 زايجوت، هنا برضو هيطلع لك 10 زايجوت. هي هي لقطيها ولا لسه؟ طيب ايه هو كلام كبير عندنا، ركزوا في دي بقى. True or false؟ عندنا الأوفري بتاعت الهيومن بقى، احنا دخلنا في الهيومن. الأوفري ده اليوترس وده فالوبيان تيوب وده أوفري. قال لك الأوفري الواحد كل 56 days بيطلع لنا 1 egg. ايه رأيكم صح ولا غلط؟ 1 secondary follicle. سكندري، عارفين ايه سكندري؟ مش 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 اوفا بالظبط، سكندري. ها ترو اور فولز؟ الواحد بيطلع كل 56 يوم واحده صح ولا غلط؟ صح. طيب لو عملنا كده ده منظر ايه؟ ده الاوفري بتاعت الفيميل، في حاجات هنا مرصوصة وبعدين بدأت حاجة تبقى جواها. دي الجراف الماتوريشن بتاعت الجرافيان فوليكل صح؟ طيب نعمله بالاصفر، الحتة دي خطيرة جدا ركزوا فيها. طيب ركزوا، لو انا عملت بسهم كده دي ممكن تبقى ايه؟ ماشي اعتبر دي الجرافين فوليكل، دي الجرافين فوليكل دي تبقى ايه؟ طب هريحكوا، دي ايه؟ سكندري واوسايت. يلا بالذكاء الخطير اللي ما حصلش، دول واحده منهم هتبقى ايه؟ ايوه برافو عليك كده، انتوا بداتوا تصحوا معايا. دي البرايمري، ركزوا عشان الحاجات دي صور طبيه بقى، دي الصور الطبيه اللي كنت بقول لكم عليها. دي برايمري، عرفت منين يا سيد؟ اصل دي سكندري. طب هو بيحصل ايه؟ دي البرايمري دي بتبقى واحده منها تدخل جوه جريفين فوليكل ويحصل لها ماتوريشن فتبدا تطلع منها، تطلع منها في الدي الكام؟ ال 14. مين اللي طلعها؟ هرمون اسمه ايه؟ لوتينايزنج هرمون ال LH.
ده جاي منين؟ جاي من البيتيتري فوق. خلاص طيب كده عمر البنت، عمر البنت ما كلها طول حياتها لو ما اتجوزتش تفضل تطلع سكندري ايه؟ بتطلع سكندري اوسايت اوسيست. طيب امتى، امتى تطلع الاوفم؟ نقول عليها عندها اوفم فعلا بالظبط. يبقى لما تتجوز ولما يجي السبرم يقابل الاوفم ويقابلوا بعض يبقى حصل فيرتلايزيشن على الاقل يعني. طيب يا شباب ركزوا عشان الحته دي هنطلع منها معلومات كتير. يبقى دي سكندري، دي السكندري خلاص جايه من البرايمري، مش هتقول اوفا او اوفم غير لما يحصل فيرتلايزيشن، ووقتها يحصل السكند، السكند مايوزس، السكند مايوزس مش هيحصل غير في الفيرتلايزيشن. طيب الحته دي نحفظها ازاي؟ ده اسمه ايه بقى؟ كوربس ليوتيم، بيطلع هرمون اسمه ايه؟ بروجستيرون. تعالوا نعمل الحته دي تاني، الحته دي مهمه جدا. انا بحب اقسم الاوفري نصين، نص فوق ونص تحت، والفاصل هنا السكندري اللي بتطلع دي. خلاص في هرمون هيجي من فوق يشتغل على النص الاولاني فيكون لينا حاجه تطلع هرمون، وفي هرمون هيجي من فوق، هيجي من فوق يحرر لنا السكندري ويكون لنا حاجه تطلع هرمون. يعني انت عايز تقول ايه؟ عايز احفظكم دي بسهوله. هرمون جاي من فوق يطلع هرمون من تحت، هرمون جاي من فوق يطلع هرمون من تحت. مين هم دول بقى اللي احنا عمالين نرغي فيهم بقى؟ صح. دلوقتي الاف اس اتش يجي يخلي ماتوريشن يحصل للجرافين فوليكل، وهي بيحصلها ماتوريشن تطلع لنا ايه؟ استروجين. وخلي بالكم الاستروجين ليه اسم تاني اسمه استراديول بالظبط، وده ليبيد نوت بروتين، ليبيد نوت بروتين. طيب يبقى مش محتاج الريبوزوم، مش محتاج الريبوزومز في حاجه عشان هو مش بيتكون جوه الريبوزومز، بيتكون جوه السموس اندوبلازميك ريتيكولم، مش بيتكون جوه الرف اندوبلازميك ريتيكولم. لو انتوا فاكرين مين بيكون بروتين ومين بيكون ليبيد، بيكون بروتين الخشنه الرف، بيكون الليبيد السموس. ما علينا من القصه دي. يبقى اف اس اتش جه من فوق طلع استروجين من تحت. مين اللي يجي في اليوم ال 14 يبقى في البيك بتاعته في قمته؟ ال اتش، بيسموه لويتينايزنج هرمون، عشان كده بيكون حاجه اسمها لويتينايزنج بادي اللي هو الجسم الاصفر. الجسم الاصفر ده او اللويتينايزنج بادي بيطلع لنا هرمون اسمه ايه؟ بروجستيرون. حد هنا ايه؟ تمام؟ تمام. طيب تعالوا نتكلم في المنظر بتاع اليوترس ده كتير عشان في تفاصيل رهيبه في الحته دي. دي الفالوبيان تيوب وده الاوفري، بيحذف لنا السكندري فوليكل دي تطلع منه في اليوم الكام؟ في اليوم ال 14. الفالوبيان تيوب عندها فيمبريا بتلتقطها، بتعملها بيكينج اب، بتقعد فين هنا؟ فيرست ثيرد صح، في اول تلت. مين اللي جاي من تحت بقى يدور على عروسته؟ سبيرم صح. طيب مين عدو السبيرم بقى؟ مين عدو السبيرم في رحلته لعروسته؟ برافو صح، السيليا. برافو ران، رانيا. السيليا يا احمد، السيليا بتعمل ايه للايج اصلا؟ الاوفا عمال تزقها كده صح، بتزقها كده وهو جاي كده، فهما الاثنين بقوا ايه؟ ان اوبوزيت دايركشن، ان اوبوزيت دايركشن. يبقى لو انا عايز اعمل لك سؤال، السبيرم الدايركشن بتاعه عكس السيليا. طيب هو هنا في حته بس دي احنا كنا بندرسها في الطب بقى، ايه ممكن يعيق السبيرم يعمل له هنا ما يخلوش يوصل بسهوله للميوكس بتاع الفاجينا؟ مش احنا قلنا الفاجينا فيها ميوكس بيعمل كولينج، في سائل كده بينزل، فده ممكن يعيق الحيوان المنوي اصلا السبيرم. طيب حصل هنا الفيرتلايزيشن فيحصل السكند مايوزس، ايه اللي ممكن يخلي الزايجوت يكمل هنا ما يروحش هنا ويبقى الحمل حاجه بيسموها اكتوبيك بريجننسي، حمل خارج الرحم؟
ايه سبب ممكن يعمل كده؟ صح، لو السيليا مش شغاله كويس. ايه رايك لو احنا ربطنا المناعه هنا وقلنا في انفلاميشن؟ يعني ايه انفلاميشن؟ التهاب. ايه يا رانيا اللي ممكن يخلي الزايجوت ده ما يوصلش هنا في الانفلاميشن؟ يعني ايه، ايه الحدث او ايه الحاجه اللي حصل؟ غير الوايت بلاد سيلز، مش فاكرين احنا قلنا في مكان الانفلاميشن كان بيبقى فيه فلويد؟ مش كان بيحصل في الانفلاميشن سويلنج؟ كان يقول لك فيه سويلنج، تورم. ايه اللي كان جوه الفلويد ده؟ ايه الفلويد اللي جوه السويلنج ده غير الوايت بلاد سيلز؟ في حته كده مكتوبه في الرسمه بتاعت كتاب المدرسه جوه الرسمه نفسها، واحده من الكومبوننتس اوف بلاد، من مكونات الدم. قريتوا كلمه البلازما دي قبل كده؟ حد قراها فيكم في الرسمه بتاعت الكتاب في الانفلاميشن؟ مش بيحصل هنا ريدنس، تندرنس، سويلنج، كان يقول لك احمرار وتورم والم. التورم ده ايه؟ ايه السبب التورم؟ ادي البلاد فيسلز بيطلع منها السائل بتاع البلاد اللي هو البلازما وتتجمع في مكان الانفلاميشن. فتخيلوا هنا في سائل في الانفلاميشن، فهنا يا عيني دي مش عارفه تعدي. مصيبه كبرى بقى لو الست دي عندها الانفلاميشن في الناحيتين، عارفين بيبقوا انفيرتايل، مش قادرين يخلفوا خالص، تبقى خلفتها صعبة الست دي. طيب الحتة دي مهمة جدا، انا بموت من جوايا، انا عايز اديكم مليون فكرة، بس ايه ده، ايه الوضع؟ طيب نرجع لرسمتنا الخطيرة دي تاني. ده مين يا رانيا؟ ايه رأيك يا رانيا لو بصيتي في الكتاب هتلاقي في حاجة ناقصة في الرسمة دي وتقولي الناس دي متخلفة وما بتفهمش حاجة اللي حاطة الرسمة في المنهج؟ ايه اللي انت متوقعاه ناقص يا رانيا؟ ايه اللي ناقص من فصل الهرمونات كده وتقولي كان يجب ان يكون في تلك الرسمه في ذلك الكتاب حاجه هم مش حاطينها؟ هجيب لك الرسمه، استني. اللي يجيب دي يبقى خطير. ما حصلش. ايوه كمل. بيفرز ايه؟ لا 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 مش عاي... انا بقول حاجه ناقصه في الرسمه، في الاناتومي، في التشريح بتاع الرسمه دي، كان المفروض يحطوا لنا حاجه ما حطوهاش. طب اقول لك على حاجه، في الكتاب هنا حاططها، اكيد في كتاب المعاصر ما حطوهاش. بصوا كتاب الامتحان اهو حتى بالعربي ما حطوهاش، انا حطيتها، انا كده جاوبت، ومحطوطه في كتاب المدرسه. محترمين والله. ايه بقى؟ شايفين انتوا الحاجات الحمراء والزرقاء دي؟ بالظبط، البلاد فيسلز. صح. يلا ناخد تريكه رهيبه بقى. الحته دي مين دي اللي فوق في المخ؟ البيتيتري. وده اليوترس. جدع. ودي الاوفري. مين اللي هيجي من هنا يروح لهنا؟ اتنين، اف اس اتش و ال اتش. سؤال واحد، في قاعده بتقول، القاعده بتقول ايه؟ الهرمونز تدخل في، تنزل من من الجلاند بتاعتها في ارتري ولا فين؟ ولد بنت شايب؟ ولد. الهرمون ينزل من غدته، من الجلاند بتاعته، في مين؟ طب خليك تجيبها لوحدك. هو الهرمون ده مش المفروض ينزل ويلف في الدم في الجسم كله حسب المكان اللي رايحه؟ صح. طيب تعالى نمشي كده بالإجابة الغلط. لو انت البيتيوتري اهي في نافوخك اهي فوق، وانت خدت الهرمون من البيتيوتري في ارتري، هو الارتري ده اصلا جاي من تحت طالع فوق، فكده انت حرمت مين ان ياخد الجسم كله. لكن لو انت صبيت الهرمون في الفين، الفين ده بيرجع لمين؟ بيرجع للهارت، والهارت ده يبدا يضخ عن طريق الاورطه الدم للجسم كله. فتخيل الاف اس اتش ده
نعم ايه؟ لا دي قاعدة ثابتة، كل الهرمونز بتنزل جوه الفين، والفين يرجع للقلب، ولما يرجع للقلب اسمع دي، لما يرجع للقلب القلب يعمل لهم ايه؟ بامبنج تو اورتا، واورتا يوصل الجسم كله. اديك اكزامبل عشان تفهم القصه دي، انا دلوقتي الاف اس اتش طلع من البيتيوتري، ادي الاف اس اتش هينزل في مين؟ هينزل في الفين، الفين يوديه لمين؟ يوديه للهارت، الهارت يضخه في ارتري بقى يوديه لمين؟ الاف اس اتش يروح لمين؟ في واحده ست راح لمين؟ للاوفري. يبقى سؤال بقى، راح لها عن طريق ارتري ولا فين؟ ارتري. قال لها يا بت يا اف اس، ممتاز كده انت لقطت الفكره. بص بقى اللي جايه دي اخطر منها بقى، مش هي الاف اس اتش جه خلى الجرافيان فوليكن يحصل لها ماتوريشن وتطلع لنا هرمون اسمه ايه؟ عارفه يا رانيا لما رديتيش مع احمد، رد يا بنتي هيطلع مين؟ اتكلموا عشان تحسوا ان انتوا المعلومه هتثبت في دماغكم اكتر. انتوا اتنين مش 20، لما بيبقى عندي المجموعه فيها 30 في الاونلاين زوم بكله بيتكلم، يطلع الاستروجين. خلاص يلا يا رن، الاستروجين هينزل جوه ارتر ولا فين؟ في الفين. ايه رايك يا احمد، صح ولا غلط؟ يا عم انت قول لي يا عم يا دكتور، انت هتصدعنا ليه؟ ما انت لسه قايل من شويه قاعده، اي هرمون هينزل جوه الفين ويروح للقلب، القلب يوصله المكان اللي نفسه يروحه. طيب نزل الاستروجين في الفين، الفين ده يوديه لمين؟ للهارت. مين خطير يقول للهارت هيودي الاستروجين ده لمين؟ هيوديه للارتر، هيدخله في ارتر يروح لمين؟ شكرا، يوديه لليوترس. خلاص يوديه لمين يا رانيا؟ هيوديه لليوترس، لان الاستروجين والبروجستيرون دول بيشتغلوا على مين؟ بيشتغلوا على اليوترس. فهمتوا الدايره ماشيه ازاي؟ تعالوا نعيد الدايره دي، الاف اس اتش جاي من البيتيوتري هيروح للاوفري، والاوفري هتطلع استروجين، الاستروجين ده عايز يروح لمين؟ عايز يروح لليوترس. واي حد من دول قبل ما يروح للمكان اللي هو نفسه يروحه لازم يعدي على مين في النص؟ الهارت، عشان الهارت يخليه يمشي فين؟ في الارتري ويوصل لها. فهمت الحته دي؟ تمام. لو ده السبيرم، ده السبيرم خلاص، في حاجه هنا في النك بتاعته اسمه ايه اللي في النك بتاعه ده؟ السنترال بادي او السنتريولان او اللي بيسموهم السنتريولز، او ليه اسم تاني تالت، سنترو سوم. حد فاكر فيكم الاسم ده السنترو سوم؟ تعرفين كلمة سنترو اصلا يعني جاي من كلمة ايه؟ كلمة سنتر يعني مركز، سوم دي كلمة قبطي جاي من كلمة سوما، سوما يعني جسد بالقبطي، فسنتر وسوم يعني جسم مركزي، حتى العربي اسمه الجسم المركزي. خلاص ده ايه الرول بتاعه، الدور بتاعه ايه، وايه السايت بتاع شغله، يبقى مكان شغله فين؟ مكان شغله في الاوفري. ايوه ايه المكان اللي هو الاثنين هما الاثنين فيه؟ شكرا، ايوه كده اصحي يا رن، فالوبيان تيوب، فالوبيان تيوب يا شباب. خلاص السؤال ده على فكره لو جه خطير، لما يجي يقول لك السنتروسوم او السنترال بادي ده السايت بتاع الفانكشن بتاعته بيظهر فين؟ بيظهر في الفالوبيان تيوب. طب ماذا لو، وات هابن اف، لو السبيرم دخل بالهيد بتاعته وزاوت النك دي يحصل الزايجوت، هيفضل زي ما هو، مش هيتحول موريولا اصلا. خلاص طيب ايه رايكم لو ده الاوفم وده السبيرم، مين في الحته دي؟
الميتوكوندريا. صح، الميتوكوندريا. الام هنا عندها نيوكلياس وعندها ميتوكوندريا. بصوا بقى في شفتوا انتوا نزل لكم كتيب باللغات، كتيب اللي هو بتاع الوزاره نزل لكم، حد فيكم قرا الاضافات او الزيادات؟ مين يقول لي في حته هنا اتزادت على الكتاب؟ على في حته كده الكتيب زودها ان السيل دي الاوفن حواليها سيركل من السيلز. هوريكم صوره ليها من موقع طبي، حواليها لاير من السيلز. حد فيكم كان يعرف المعلومه دي ان حواليها هي اصلا لاير من السيلز غير الهيالورونيك اسيد، غيرها دي لاير اوف سيلز، طبقه من الخلايا. خلاص دي حتى هو زودها في الكتيب لما نزله، ما كانش قايلها قبل كده. طيب لو سالت ده الزايجوت لما اتجوزوا بعض، الميتوكوندريا اللي جوه الزايجوت دي اصلها من مين؟ من المذر ولا من الفادر ولا من بوث اوف ذم؟ من الام بس. صح، دي بس. طيب يعني لو حصل ميوتيشن، طفره في الميتوكوندريا بتاعت ابوه اللي هو السبيرم كده، الجنين ده مش هيحصل له حاجه. طيب لو جت خناقه حصلت بين دي وبين دي وبيعايروا بعض، ولا هي عيله مهزقه يا عيله مهزقه، ده احنا عندنا دي ان ايه اكتر منكم، مين اللي عنده دي ان ايه اكتر من التاني؟ الهيد، قصدي انا بتكلم على الهيد بس وبتكلم على دي كلها. ليه الاوفم عندها اكتر؟ عشان عندها الميتوكوندريا فيها. طيب سؤال، هل الميتوكوندريا فيها دي ان ايه وار ان ايه وبروتين التلاته ولا دي ان ايه بس؟ التلاته، لان التلاته هيعملوا نفس الرحله كلها، تمشي دي ان ايه حصل له، يحصل له دوبليكيشن وترانسكريبشن ويحصل له في الاخر الترانسليشن، فبيحصل له كل حاجه في الميتوكوندريا زي ما كان بيحصل جوه النيوكليوس. تمام تمام. طيب تعالوا كده، عارفين التوينز؟ ايه رايكم؟ انتوا عارفين الراجل السنه اللي فاتت في الدور الثاني جاب 6 صور على اليوترس والتوينز، بيعشق حاجه اسمها توينز ويعشق حاجه اسمها يوترس، وهشرح لكم. فكروني ما ننساش نقول الاورال الكونتراسبشن ميثودز. طيب تعالوا نمسك التوينز، ده الاوفم وده السبيرم، جاب لنا في الاخر بيبي وبيبي، يبقى دول نوعهم ايه التوينز؟ يبقى نوع اسمه ايه، بيسموه ايه؟ الايدنتيكال. تمام حد هنا؟ تمام. طيب لو جاب هنا اوفم اوفم سبيرم سبيرم، خلاص يبقى دول دول النوت ايدنتيكال توينز. لحد هنا ده الكلام العادي. بص الكلام اللي مش عادي بقى، لو جينا نبص في اليوترس، ركز معايا عشان الرسومات دي جاب منها كتير جدا، ولقيت جوه اليوترس بيبي، مش هيجيب لك السؤال يقول لك مين جاب ايه، هيعمل لك كده. ايه ده؟ ايه المنظر ده الاول؟ ايه ده؟ ده طفل واحد وعنده بلازينتا واحدة وسباينال كورد واحد، ده عادي جدا. المنظر التاني، ليه طيب عرفت انهم ايدنتيكال؟ سيم بلاسينتا، ليهم بلاسينتا ايه؟ واحدة، صح. بص بقى، طب بص لو انا عملت كده برضو، برافو رانيا كده شكلها مركزة. ايه رأيك يا احمد، برضو ايدنتيكال ولا لا؟ تمام. هل الكتاب عندكم في النسخة اللغات كتب ان هما مونو مونو كده؟ احنا دول مونو ايه كده بالمنظر ده؟ لا، مونو كوريونيك. ليه بيسموه مونو كوريونيك؟ عشان نسبة الى الكوريون هو اللي بيكون البلاسينتا. طيب لو انا عملت كده، الكيس دول كام كيس؟ دول كيسين، فهقول ايه؟ داي امنيوتيك. لو شلت الكيس ده يبقى مونو كوريونيك مونو امنيوتيك. لحد هنا تمام. الكتاب لم يذكر الامنيوتيك ممبرين عندكم في الايدنتيكال ان هم 1 اور 2،
علميا هم ممكن يبقوا في 1 او 2. تمام، مين الفاصل بالنسبه لك؟ ايه الامنيون بيعمل امبليكال كورد؟ الامنيوتيك ممبر، الامنيوتيك ممبرين. ما هم عندهم 2 سباينال كورد عادي جدا، كل واحد ليه سباينال كورد بتاعه، ملهاش علاقه دي. بص يا احمد ركز في دي، دي بلاسينتا واحده وهنا سباينال كورد وسباينال كورد، وده في فيتاس وده فيتاس، ده في كيس وده في كيس، ده ايدنتيكال. دي بلاسينتا وده سباينال كورد وده سباينال كورد وده فيتاس وده فيتاس، والاثنين في كيس برضه، ايه برضه ايدنتيكال. اللي انا عايز اقوله ان الايدنتيكال توينز ممكن يبقوا في كيس او يبقوا في كيسين، داي امنيوتيك او مونو داي امنيوتيك او مونو امنيوتيك. بس اللي لازم ما ينفعش يتغير فيه ايه؟ بلاسينتا واحده او مع ان ده على فكره ممكن اغيرها لكم دلوقتي بس هوريك يعني. بص الحته دي، السؤال ده انا الفته زمايلكو، لو ده الفالوبيان تيوب على منهجكو، تفتكر الايدنتيكال توينز الزايجوت ده اتقسم نصين، اتقسم اتنين، مش احنا قلنا ده كان سبيرم واحد ووفم واحده عشان يجيب التوينز هنا؟ تفتكر اتقسمت نصين بيفور امبلانتيشن قبل ما تتزرع ولا بافتر امبلانتيشن؟ وليهم هنا بلاسينتا واحده، ليهم بلاسينتا واحده بعد بيفور امبلانتيشن ولا افتر امبلانتيشن؟ برافو احمد بيقول بعد. ليه بعد ما اتلزقت هنا؟ لان بعد ما اتلزقت هنا اتقسموا نصين، بس كونها اتلزقت يعني مشيمه واحده، بلاسينتا واحده، فخلاص اتقسموا نصين بس ليهم نفس المصدر بتاع الاكل اللي هو البلاسينتا الواحده. طب عارفين لو كانوا اتقسموا هنا فبقى زايجوت وبقى ايه؟ زايجوت. لما نزل واحد اتزرع هنا والتاني اتزرع بعيد عنه، فده يكون بلاسينتا وده يكون ايه؟ بلاسينتا. مش عايز اصدمكم ان ممكن يبقوا توينز ايدنتيكال عندهم تو بلاسينتا، بس مالكوش دعوه بنتوا بالحته دي عشان الكتاب ما قالهاش عندكم. معنى ذلك مين اللي ايوه يبقى اللي حدد عندهم بلاسينتا واحده ولا تو هي الامبلانتيشن، ان هم لما حصل لهم ديفيجن كان بيفور امبلانتيشن ولا افتر امبلانتيشن. طب بما ان منهجنا قايل لنا ان هم عندهم وان بلاسينتا، يبقى دكتور ريحنا وقول لنا انهي فيهم الاجابه، يبقى اكيد بعد الامبلانتيشن. يبقى احنا عندنا في المنهج قال ان هم عندهم بلاسينتا واحده، اذا اللي حصل الديفيجن ليهم افتر امبلانتيشن. وصلت الفكره دي؟ طيب الاسئله دي مهمه جدا برضو. لو انا عملت كده، ده اوفري وده اوفري، ده طلع وده طلع، ده هنا ده مثلا كوربس ليتيم وده كوربس ليتيم، يبقى كده طلعت لنا كام اوفم؟ اثنين. ايدنتيكال توينز ولا ديفرنت توينز؟ بالظبط خلاص، يبقى الاثنين دول مختلفين. طب لو انا عملت لك كده لون تاني، ده فاضي خالص ما فيهوش حاجه، وده واحد قلت لك دول توينز، يبقى ايه؟ ايدنتيكال ولا نوت ايدنتيكال؟ دول ايدنتيكال صح. طيب لو ده يوترس وعمل لك كده الاندوميتريوم بالمنظر ده، تفتكر الست دي ممكن تبقى ايه؟ ايه الحالات اللي انت تشوف فيها الاندوميتريوم السكنس بتاعه كده حلو ولذيذ؟ برافو. بعد الاوفيوليشن لمدة 14 يوم من ال 14 لحد ال 28 او في البريجننسي، لحد هنا تمام. طيب تعالوا نربط الحتة دي، بص كده معايا في سؤال خطير هنا، ده المانس الاول الثاني الثالث الرابع الخامس السادس السابع الثامن التاسع، وده الهرمون كونسنتريشن تركيز الهرمون. يلا مين اول هرمون ده ممكن يبقى؟ مين ده؟ بروجستيرون. طيب برافو. مين التاني ده بقى؟ يلا اندروجين.
ده البرولاكتين. السؤال ليه قلنا البرولاكتين ده؟ اولا ما نزلش بعد الولاده، الولاده هنا ما نزلش، كمل، لان يعني الست هترضع بعد ايه؟ الولاده. اللي جايه دي هتبقى خطير لو جبتها. ماشي، خد الرابعه دي عشان تبقى اخطر بقى. كده ريلاكسين، ريلاكسن. سؤال واحد يا رانيا، تفتكر ريلاكسن في الحمل بيبقى بيطلع ايه؟ ده يا عم انت بتقول ايه يا دكتور؟ طب ايه فايدته اثناء الحمل يا دكتور؟ يعني انتوا المفروض تقولوا لي ازاي انت مطلعه في الشهور دي، ده كده ستة تسقط. الريلاكسن مهم جدا، بيخلي اليوترس يقدر يتمدد، يحصل له دايليتيشن، مش في جنين جوه الرحم ده. الرحم ده على فكره لو شفتوه في الحقيقه قد كده، قد كده، ما يشيلش مثلا حجر ريموت، لكن هتبقى ست حامل بيقلب كره قد كده. فمين اللي خلاه يتمدد وحصل له دايليتيشن؟ الريلاكسين. بص بقى اللي جايه دي، يلا نشوف مين يجيب لنا دي. احنا ايه اللون ما استخدمناهوش؟ بصوا ده اللي نط مرة واحدة عند الشهر التاسع، طلع بقى في قمته الأوكسيتوسين. بص اللي جاية بقى، بص ده أنا عملت الرسمة دي اختراع، مش هتلاقيها في حتة تاني. بص اللي جاية بقى دي عشان الاختراع يبقى اكتمل. مين ده؟ ايه؟ نو نو نو، على فكرة انت لو قلت الاف اس اتش ده المفروض كنت انا لو حذفتك بحاجة في راسك وضربتك اخد فيك براءة. عارفة ليه؟ لان الست دي حامل، الست دي حامل يا استاذة، في بروجستيرون عالي، فهيروح يقول للبتيتري ايه؟ يا بتيتري والله احنا حامل ومش عايزة اي اف اس اتش. تقول لك ليه يا بتي؟ تقول لها، هترد عليك تقول لك انا لو بعت لك اف اس اتش انت هتندمي ندم عمرك يا ست. هتندمي ليه؟ ده انا لو بعت لك اف اس اتش انت هتعملي تبويض، وفي حد يطلع بويضه وهي حامل، يعني هتحمل جنين فوق الجنين، تبقى مصيبه. فاحنا عارفين ان الست الحامل، انتوا عارفين الست الحامل تعرف ازاي ان هي حامل؟ ستوب بتاعت المنستريشن، تيجي تقول للدكتور يا دكتور والله انا بقالي 3 شهور الدوره ما جاتليش. تفتكر ده ايه؟ انا افتكر ده مبروك ان انت حامل ده، بس انا مش متجوزه يا دكتور. بس انت فكري، شوفي انت ايه، متجوزه ولا مش متجوزه؟ ده لا، انتوا عارفين يعني في الطب لما درسنا كان يقول لك لو جات لك بنت مش متجوزه والمنستريشن بتاعتها واقفه، اول حاجه بتعملها ايه ليها؟ اختبار حمل. يا باشا مش متجوزه، ماليش دعوه، هعمل اختبار ايه؟ حمل. فاهم حاجه بتحصل عند الستات الحوامل ان الدوره تتوقف، فما ينفعش اقول ده مين اف اس اتش. يلا فكروا مين. طب انتوا ليه ما بصيتوش على الرسم البياني؟ ايه اللي في الرابع للسادس في الست بيزيد؟ طيب هو الوقت، ما تسأل الجنين قول له يلا انت في بطن امك بتعمل ايه في الشهر الرابع للسادس يلا؟ قال لك يا باشا والله انا بكون عظم في جسمي، فانا يا ولاد اصبروا، فانا محتاج كالسيوم، محتاج كالسيوم يا بيه، فانا هروح اجيب من امي ايه؟ هسحب من امي الكالسيوم يا دكتور. ده دم الام على فكره، فالام ابنها سرق الكالسيوم بتاعها، يبقى الام تعاني من زياده الكالسيوم، انا ناقص الكالسيوم. ومين الهرمون اللي بيزيد؟ مين الهرمون اللي بيزيد في نقص الكالسيوم لما يبقى الكالسيوم قليل في الدم؟ البارا ثيرمون. ايه رايكم في السؤال ده؟ السؤال ده من مواقع طبية، عارفين السنة اللي فاتت جاب لهم في امتحان ايه؟ شوف انا كنت بديهم السؤال بالصعوبة دي، جاب لهم السؤال هو ايه اللي ممكن تفكر فيه في الرابع للسادس في الام؟ تكوين المفاصل الليفية اللي هي اسمها ايه بالفايبرس سوتشرز بتاعت السكال، ولا اختيارات تانية ملهاش لازمة. فكانت الفكرة في الفايبرس سوتشر دي ان ده عظم صح؟ فدول في الشهر الرابع للسادس. بونز 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 ايه؟ ايوه اللي هو الرابع والخامس وايه؟ والسادس. فده الباراثيرمون، ركزوا على ده مهم جدا. فهمتوا ليه بيزيد؟
لان الولد بيكون بونز، والبونز دي محتاجه كالسيوم، فالجنين بيسحبها من امه. خلي بالكو في قاعده كده في الطب، ان شاء الله تدخلوا كل الطب تدرسوا نسا، هيقول لكم قاعده مهمه جدا: الولد ياكل حتى لو اكل امه. يعني ايه ياكل حتى لو اكل امه؟ يعني احتياجه هياخده غصبا عن امه. يعني لو وصلت ان هو ما يخليش في دم امه كالسيوم، مش هيخلي. المهم ياخد يكون عظمه. خلاص السؤال ده في غاية الأهمية. تعرفين المنسترويشن؟ فاهمينها كويس؟ مين اللي بيجي في اليوم الفيفس أعلى حاجة؟ في اليوم الخامس مين أعلى حاجة؟ الـ FSH. طيب بعد ما الـ FSH يعلى، مين اللي يجي وراه على طول ويعلى؟ الاستروجين. مين في اليوم ال 14 يبقى في البيك بتاعته؟ ال LH. مين يجي بعده؟ بروجستيرون. طبعا ده ليه تاثيرات على اليوترس. اليوترس لو انا جيت عملت، مين يقول لي اهم حاجه انا المفروض اعملها في الحته دي؟ استنوا كده، عايزين نغمق الحاجات دي. ايه ده؟ هنا بقى ايه رايكم لو انا عايز اعمل حاجه هنا مختلف عن هنا؟ هنا ازود ايه؟ هنا ايه اللي انا بزوده ده؟ بلاد كابيلرز والسيكنس. خلاص، لان الفيتس حصل له امبلانتيشن، فعايز يطفح وياكل ويشرب، فمين هيجيب له الاكل والشرب؟ القصه دي. طب انتوا لو انا عملت اليوترس، تعالوا نعمل الاندوميتريوم يا شباب. ايه رايكم في الاندوميتريوم في الرسمه دي؟ عارفين بدا يقول لكم المنظر ده، ده الثيكنس اوف اندوميتريوم. ازاي يا دكتور انت بادئ ان السيكنس بيقل في الاول؟ بالظبط. طب حد فيكم ازاي نبدا المينستريال سايكل بنزول الدم؟ ايوه يا باشا، دي نهايه الدوره اللي فاتت، دي نهايه الدوره اللي فاتت، عشان كده الدكاتره حطوها في البدايه. عارفين ليه؟ عشان ده حدث مرئي. يعني ايه حدث مرئي؟ نقدر نشوفه. بعدين السيكنس يبدا يزيد، يجي عند اليوم ال 14. قول خلي بالك، ده مش البتاع ده. ماشي، انت قصدك يعني ما وصلش لصفر هنا، في حته كده سيبناها لك اهي. ماشي، بس خلي بالك ده السيكنس بتاع الاندوميتريوم بيبقى اقل حاجه. فلما ينزل الدم، انت عندك ال اسمها ايه يا ربي؟ مش الاندوميتريوم، المايوميتريوم. انت عندك مايوميتريوم موجود، ما اختفاش. هو في جزء صغير هنا، في جزء صغير اللي احنا سايبينه ده. خلاص، طيب يبدا هنا يزيد الكونتراكشن، وهو ده الجدار نفسه. ايوه ده الجدار نفسه، مش هيختفي الجدار، مش هيختفي. مين اللي بيتبني ويتهد؟ الاندوميتريوم بيتبني ويتهد بناء على مين؟ وجود البروجستيرون ونقص البروجستيرون. انت عارف ان احنا بنعمل كحت يا احمد اصلا؟ في ساعات لما ست تسقط بنكحت الاندوميتريوم ده، ما نخليهوش خالص، عادي جدا. الاندوميتريوم ممكن يختفي كله عادي. خلاص، طيب كنت هقول لكم ايه هنا؟ هنا هتلاقي السيكننج بتاع البلاد فيسلز. طيب نقول ايه تاني في هذه القصه؟ مين يقول لي الستيج بتاعت الاوفيوليشن دي، اللي هي الستيج نفسها؟ ستارت وذ، اكمل كومبليت، ستارت وذ. غلط. ايوه، البيتيوتري طلع للاتش. خلي بالكو كتاب كتب كده حتى بالعربي مكتوب: تبدا المرحله دي عندما يفرز الفص الامامي الغده النخاميه الهرمون المصفر ال اتش. ستارت وذ سكريتنج ال اتش فروم بيتيوتري. تاني، ستارت وذ ايه؟ ما يا ابني عمرها ما هتطلع دي غير لو ال اتش عالي. خلاص، طيب سؤال هنا دلوقتي: لو واحدة ست ولدت وطلع الجنين، هل كده الولادة خلصت؟ صح، البلاسينتا لازم تطلع، لازم البلاسينتا تطلع. الولد طلع، انت ممكن تطلع الولد وجسمه وتبقى سايب البلاسينتا جوه، دي مصيبة. فانت لازم تطلع مين بعدها؟ انت بتقطع هنا من الحبل السوري ده، السباينال كورد، بتقطعه. خلاص، بنعمل ايه بقى؟ بنجيب يا احمد مشبك هنا ومشبك هنا كده، انا شبكت مشبك فوق ومشبك تحت، واجيب المقص اقص كده الحته دي. تعالى اجيب لك الاستيكه، بص انا بقص فين كده.
كده انا شلت الولد خلاص، والولد يبدا يعيط. يعني ايه يبدا يعيط؟ يبقى الريسبيراتوري سيستم اشتغل بتاعه، اللنج اتملت هواء واشتغلت. خدت الولد انا ومسحهولك خالص، مين المنظر اللي قدامك ده؟ استنى اعمل لك المنظر ده كويس. مين اللي لسه متعلقه جوه؟ يعمل ايه الدكتور يا احمد؟ في مصيبه ممكن تحصل لو الرحم ده بقى اتوني. يعني ايه اتوني؟ لا ينقبض. ايه رايكم في المصيبه اللي حصلت دي؟ اول كده شاف يطلع البلاسينتا، لازم اليوتيرس يعمل ايه؟ كونتراكشن. يدي له ايه الدكتور؟ يدي ايه للست وهي بتولد؟ اوكسيتوسين. على فكره احنا ما بنديش ريلاكسين، عشان انا اشتغلت نسا ما فيش حاجه اسمها ريلاكسين خالص خالص. ريلاكسين ده ملوش علاقه بالولاده، الولد بيزق السيمفيز بيوبس ويعدي عادي جدا. المهم بالنسبه لك الريلاكسين خلاص، بيسموه سنتو في المستشفى، حقنه اسمها سنتو. تقول للممرضه ادينا سنتو على محلول ملح، او اديها لها في العضل سنتو اللي هو الاوكسيتوسين. طيب سؤال واحد، انت نزلت الرحم عمل كونتراكشن وطلعت البلاسينتا، هل في مشكله لو الرحم وقف كونتراكشن بعد البلاسينتا تخرج على طول ولا عادي؟ احمد بيقول لك ممكن يكون بينزل بواقي صح؟ ما يعني ممكن نقبلها منك. احنا على فكره بننظف بايدينا، بندخل ايدينا نكحت كل ده وننظفه من البواقي. انت خايف من ايه يا احمد؟ انت فاهم يعني ايه بلاسينتا؟ فاهم يا راني يعني ايه بلاسينتا؟ يعني ايه بلاسينتا؟ بص كده، دي بلاد فيسلز من الام، ودي بلاد فيسلز من الفيتس. بص العمله اللي احنا بنعملها ايه ده؟ ما تيجي يا قلم يا محترم. بص بقى ده من الفيتس، احنا لما نيجي نسحب البلاسينتا بنقطع مين عن مين؟ بنقطع كده صح؟ مين هيفضل ينزف؟ كابيلرز بتاعت الام. فلازم اليوترس يعمل ايه بقى؟ يفضل يعمل كونتراكشن كونتراكشن. يعني ايه كونتراكشن؟ بيفعصهم. يعني ايه بيفعصهم؟ بيقفلهم، فبيخلي اللي كان بيعمل بليدنج نزيف يوقف خلاص. يبقى انا عايز كونتراكشن قبل الولد ما يتولد، وبعد ما يتولد عشان البلاسينتا، وبعد ما طلع البلاسينتا عشان اوقف البليدنج النزيف. دي حته مهمه جدا. طيب يا الله، مين اللي بيشارك؟ بصوا كده، انتوا عارفين المعلومه بتاعت البلاد فيس السباينال كورد؟ لو ده الفيتس، ده السباينال كورد بتاعه طالع، بيجي هنا ودي مع الام اهي، دي من الام بتاعه وده من الجنين. الاسود ده مين الممبرين الاسود ده؟ الكوريونيك ممبرين صح. امال الازرق ده مين؟ يبقى اللي خد باله هيركز انا رسمت السباينال كورد ايه؟ نفس الامنيوتيك صح، نفس الامنيوتيك لحد هنا تمام. يبقى مين اللي شارك في تكوين البلاسينتا؟ الكوريون. عارفين انتوا لما يبقى في طفل حاله داون، عارفين الحالات داون اللي بيبقى عنده مشكله في الكروموزوم 21، بيبقى عنده ترايزومي. يعني ايه ترايزومي؟ بيبقى عنده ثلاث كروموزومات. ده حاله وحشه جدا وحاله بتبقى متعبه. فدلوقتي زمان الاهالي فكرت في حل، عايزين نعرف الولد ده هيتولد داون ولا مش داون. فقال لك في دكتور اقترح، يا جماعه احنا ندخل في ابره في بطن الام وناخد جزء من الامنيوتيك فلويد. ايه رايكم في هذه التجربه؟ حلوه ولا بقى ولا حموريه؟ خرم ايه هو كده؟ ده خرم حاجه هنا، خرم الساك، خرم الساك كده صح. والست يحصل لها ايه كده؟ المايه اللي حوالين الجنين. عارفين وانا شغال استقبال نسا كان يجي ستات تقول لي الحقني يا دكتور القرن طش، القرن طش. يعني ايه القرن طش؟ او نزل عليا ميه. يلا طيب ركزوا معايا عشان الحته دي مش موجود، محدش كتير يعرفها. تعالوا نمسك السباينال كورد ده، السبرماتيك كورد. انا بقول سباينال كورد، ايه الوقعه السودا دي؟ السبرماتيك كورد. وتعالوا نعرف جواه ايه، جواه ايه. لو ده الامبليكال كورد والسبرماتيك كورد برضو، الامبليكال كورد خلاص جواه ايه يا شباب؟
لو ده الفيتس من هنا وده الام، يا ترى جواه ايه؟ طيب صح، ايه انواعها البلاد فيسلز؟ قال لك بص يا سيدي، والله هو عنده حاجه جايه من الام رايحه للجنين وشايله له اكسجين وفود، ارتري ولا فين؟ لا فين، تخيلوا الصدمه اللي انتوا اتصدمتوها دلوقتي، ده الفين مش الارتري، ده الفين، ده زيه زي البالمونري ارتري والبالمونري فين عكس الطبيعي، يبقى اللي داخل الولد بغذاء هو الفين، اما اللي طالع بالولد من فضلات وقرف وكوكا وبيبي وحاجات معفنه وسي او 2 ده الارتري. يبقى ركزوا تاني، الحته دي مش كتير يعرفها. والغباء، الغباء عارفين ان المفروض نعمل مين لونه احمر؟ الفين، يعني المفروض انا اخلي لكم الفين لونه ايه؟ احمر عشان هو شايل دم اوكسجينيتد، والارتري الازرق، الارتري يبقى ازرق. المعلومه دي خطيره مش كل الكتب تعرفها اصلا، فدي مهمه جدا. تمام يا الله، انا كل ده ما شرحتش لسه يا الله اللي هما الميثود بتاعه اخ. طيب تعالوا ناخد الميثود بتاعه الكونترسبشن عشان دي مهمه جدا ومتوقعه في الامتحان. دلوقتي احنا عندنا البيلز صح، عندنا الحبوب، وعندنا الليجيشن بتاع الفالوبيان تيوب، وعندنا الكاندم، عندنا ايه تاني؟ الانترايوتراين ديفايس الاي او دي، اسمه كده عندكم في اللغات ولا ليه اسم تاني؟ انترايوتراين او اسمه ايه؟ كويل، عشان بيسموه شريط بالعربي. اخس والله، اخس اخس على الترجمه الحرفيه دي، اسمه انترايوتراين ديفايس ما اسموش كويل، دي اصلا ماشي يعني هو حاطط لكم بس الاسم البلدي اللي هو الشريط، بس انت بتقول عليه شريط ما تعرفش ايه علاقته بالشريط انه شبه حرف التي. تعالوا ناخد الكونتراسبشن دي مع المنظر بتاع الاوفري ومنظر اليوترس. شباب السؤال ده جاي في الامتحان، تعالوا نبدا باول واحده. ست بتاخد بيلز، ايه اللي بيحصل لليوترس بتاعها وايه اللي بيحصل للاوفري بتاعتها؟ هل بتطلع اوفم؟ بصوا تاني، اسالني السؤال، هي البيلز دي جواها ايه؟ جواها استروجين وبروجستيرين يا دكتور، فمعنى ذلك هو زودهم صح، لما زادوا في الدم راحوا لمين قال لها ما تطلعيش حاجه؟ يا بيتيوتري، راحوا للبيتيوتري، فالبيتيوتري اكيد ما طلعتش اف اس اتش ولا اتش لان انت بتاخدهم ببرشام من بره. طيب اذا ده مش هيطلع اي اوفم، وصلت؟ طب نيجي هنا، مش انت بتاخد، الست مش بتاخد بروجستيرين من بره؟ يعني السيكنينج بتاع الاندوميتريوم يزيد ولا ما يزيدش؟ يزيد، عشان كده الحبوب دي كان في منظر غريب. لو انت شفت الحبايات عامله ازاي بتلاقي حاجه غريبه، ايه الغريب؟ سايب اسبوع فاضي، عارفين في روح الصيدليه كده اقول لك بالظبط، روح قول الصيدلي وري عندك جينيرا او ياسمين معانا حمل، هتلاقي المنظر ده. طيب السؤال بقى ليه بيوقفوا الاسبوع ده؟ عشان اللي اتبنى من البرشام ده ينزل، يحصل من استرويشن. خلاص ايه ده ايه ده، يعني انت عايز تقول ان الحبوب بيحصل معاها استرويشن؟ طب ايه وسيله منع الحمل اللي ما بيحصلش معاها من استرويشن؟ نزول دم. ولا واحده مش عايز ينزل دم خالص، يا اما تشيل المبايض الاوفرز او تشيل اليوترس، لكن ولا واحدة من اللي عندنا في المنهج ما بينزلش كلهم بينزل معاهم دم. ركزوا في الحتة دي، عشان في طلبة كانت مفكرة البيلز ما بينزلش معاها دم. يا ابني ما انت بتوقف اسبوع عشان ينزل الدم. خلاص؟ طيب كده البيلز، مين يقول لي ال في السايكل بتاعتنا بتبقى اف اس اتش واستروجين وال اتش وبروجستيرون؟ هل دي بتتم؟ المنظر ده بيبقى موجود؟ لا. يلا ناخد تاني حاجه بقى، الليجيشن، فالوبيان تيوب ليجيشن. بص يا صديقي، المفروض تكتب دي جمله بالعربي وتريح دماغك. الربط منع اللقاء بين الاحبه، الربط منع اللقاء بين الاحبه، مين الاحبه؟ السبرم والاوفم فقط لا غير. طب لو ما قابلوش بعض مين اللي كان المفروض يحصل لما يقابلوا بعض ومش هيحصل؟
نو نو ايه فيرتلايزيشن اللي هو ليه اسم تاني الميوزس ايه الاول ولا التاني؟ الميوزس التاني. يبقى ده ما حصلش وده ما حصلش. ما هو الفيرتلايزيشن هو السكند ميوزس. وصلت؟ نيجي نسال نفسنا ايه وضع الهرمونات يا باشا؟ اف اس اتش كده باشا، ال اتش كده سوري الاستروجين باشا، ال اتش كده باشا، بروجستيرون كده. هل في غلطه في الرسمه دي؟ كل دول بيحصلوا، كل دول بيحصلوا. عارفين لو عمل رسمه زي كده وضحك على الناس السنه اللي فاتت قال لهم يا جماعه واحده دي عملت ليجيشن، مستوى البروجستيرون بالنسبه لك كده صح ولا غلط؟ طب بصوا انا حاطط اليوم 28 فين، ركزوا. طب لو عملت كده هل الست دي عامله ليجيشن؟ ده البروجستيرون مكمل بعد ال 28. ده واحده حامل يا بيه، دي واحده حامل، يبقى اكيد ما عملتش ليجيشن. ركزوا في الحاجات دي. طيب كده احنا خدنا ان الليجيشن بينزل معاه دم ولا ما بينزلش معاه دم؟ ينزل. بس سؤال واحد، هل الدم ده فيه اوفم؟ لان هي مالها محبوسه هنا يا عيني، ما نزلتش هنا صح. طيب سؤال بقى، البيلز دم، البيلز دم الحبوب كان فيه اوفم ولا ما فيهوش؟ اصلا مفيش اوفم اتحررت، ده مفيش اوفم بالظبط، مفيش اوفيوليشن صح. طيب ندخل على ثالث واحده، الكاندم، الراجل هو اللي لبس الكاندم، ايه تقدر تقول هل في جمله منعت اللقاء يا دكتور بين الاحبه؟ طب يبقى كل حاجه زي ما هي الا منع ايه؟ اللقاء. اللقاء يعني ايه بالنسبه لك؟ والسكند مايوز مايوزس تمام. يعني كده عايز تقول يا دكتور ان الهرمونات زي ما هي؟ اه يا حبيبي زي ما هي، اه يا حبيبي زي ما هي، كل حاجه زي ايه ما هي. خلاص احنا كده قلنا البيلز. ندخل على ده اخطرهم، ده الاي او دي. ايه فكره الاي او دي ده يا شباب؟ فكره الاي او دي ده ان انت بتحط حاجه ما خلاهاش تستقر، ما يخليش فيه فيكسيشن للزايجوت كده. ده منع لقى الاحبه ولا اللقى الاحبه تلاقوا يا باشا؟ دول تلاقوا وعملوا فيرتلايزيشن وربنا كرمهم وبقوا زايجوت وجم يتزرعوا هنا، ده قال لهم ولا بيت انزلوا من هنا ما تقعدوش هنا. يبقى الفيرتلايزيشن تم والسكند مايوزس تم. في دم هينزل ولا مفيش دم هينزل؟ هينزل. والدم ده فيه ايه بقى؟ جواه ايه؟ اوفم ولا زايجوت؟ زايجوت. طيب يبقى المنظر بتاع الهرمونز ده موريولا، موريولا طبعا، بس هو في الاخر كله بيتقال عليه زايجوت حتى لحد ما يكبر، يعني موريولا تمشي. ممكن على فكره ممكن تستمر لحد ما توصل بلاستوسيست برضو، كنت تكبر انت عارفين ان في ولاد اتولدت ماسكه الاي يو دي في ايديها؟ في طفل نزل لنا مولود ماسكه في ايده كده طالع بيه كده، عادي يحصل حمل عليها. طب انت لو عايز واحده ما تخلفش وتضمن ما تخلفش خلاص طول حياتها هتعمل ايه؟ ليجيشن. وعايز اقول لكم معلومه مهمه جدا جت السنه اللي فاتت حاجه شبه كده، انت لما بتعمل ليجيشن يا احمد انت ورانيا، انت بتربط الجزء ده من الانبوبه. انت تخيل عندك انبوبه اهي، اهي ده جزء منها وده جزء منها، ربطتها فالاثنين مالهم عملوا ايه مع بعض؟ لزقوا. بيعمل حاجه كده اسمها فايبروزس. يعني ايه فايبروزس؟ بيتكون نسيج يلزقهم في بعض، يعني ما يتفكوش تاني يا احمد، يعني اللي ربطت مش هتفك واللي قطع مش هيوصل تاني، خلاص ده فوريفر، ده بيرمننت كونتراسبشن. خلاص يبقى انت لو عايز تمنع الحمل بشكل دائم خلاص انت تستخدم الليجيشن تمام. هديكوا حاجه بقى مهمه، دي حاجه يعني ان الاي او دي ده مش مجرد ان هو يمنع الفيكسيشن او الامبلانتيشن. فكره الاي او دي ده بيبقى جواه هرمونز، بيبقى جواه هرمونز. في بقى حته مين خطير يقول لي تقدر تدخل لي تألف لي سؤال في المناعة على ده؟ الاميونيتي. مش ده جسم غريب؟ فورن بودي صح؟
لا يا باشا، مين قال لك؟ ده في هنا انفلاماتوري سيلز هتيجي صح؟ والانفلاماتوري سيلز دي هتضرب مين وهو داخل؟ وتقول له هتكسره، يعني هو ملوش ذنب، بس هو دخل في مكان عركة. انتوا عارفين دي من ضمن الميثودز اللي احنا كنا بندرس نسا، كان يقول لك الاي يو دي ده فايدته ايه؟ اولا بيزود سكريشن، يعني بيزود السوائل فيخلي السبيرم ما يقدرش يعدي. ثانيا بيعمل هنا ايه؟ انفلاميشن. الانفلاميشن ده بيبقى خفيف، بس يبقى فيه انفلاماتوري سيلز، السبيرم يبقى داخل تروح قتلاه. ما هي مش انت خد راح فين، تعالى ده انت جسم غريب اتضرب. فيخلي هنا ايه؟ اللقمه يبقى صعب شويه، مش مجرد ان هي تمنع الفيكسيشن، اصل ده سبب اهبل. اه طبعا، في اي حته ممكن يطلع من الدم يروح في مكان الاصابه. مش انت خدت انفلاميشن الانفلامات الحته دي؟ اه الحته دي كان في حاله كده، في حاله طبيه الطبيعي ما بيبقاش فيه، بس في حاله طبيه الناس الستات اللي عندها عقم كان يتشخصوا ان السبب ان السبيرم بتاع الزوج الجسم المناعي يعني اتعرف عليه وبقى ضده تقريبا، لو دخل الدم والدم اتعرف عليه. انا فاكر في حاله كده درسناها ان في ستات تصاب بالعقم لان جسم الست دي، ما هي دي انا مش فاكرها بالظبط يا احمد. انا عايز اجيب لك في حاله درسناها فعلا ان ممكن عليه انتجن، بالنسبه للجسم جسم غريب، جسم غريب. بس الفكره كمان ان هو ما بيلحقش يقعد، هو اخر يوم ليومين اي يومين لثلاثه، فالجسم ما بيلحقش يكون ضده حاجه. بس في الطبيعي لو الجسم اتعرف عليه وكون معلومات عنه وخلايا الذاكره خدت اللي هي الميموري سيلز خدت عنه معلومات، هيبدا يحصل عند الست دي حاله من هجوم الجسم. تاني مش بتلحق. اه بس انا بقول لك اهو، لسه باكد لك، ممكن يحصل فيه مرض يخلي الستات تبقى مصابه بالعقم ان الجسم بدا يكون ضده خلايا مناعيه بتقتله، فالست ما بتخلفش. هجيب لك اسمها، حاله مشهوره جدا. خلاص طيب، ايه رايكم لو جاب لك في الامتحان صوره توام في وان امنيوتك ساك، واحده وواحد رفيع وواحد تخين بقى مقلبوز؟ ايه الفكره دي؟ ان الاتنين دول بياخدوا السورس بتاع الاكل من مكان واحد بالسباينال كورد، ده بيسموه ريسيبيانت. ريسيبيانت يعني ايه ريسيبيانت؟ وده دونر، ده مستقبل وده بيدي. الحاله دي لما بيجي يتولدوا، ده يتولد 4 كيلو مثلا وده يتولد كيلو ونص، يعني اقل من الحجم الطبيعي، فده في الاغلب ممكن يموت. ده بلطج وخد اكل اخوه. الحاله دي لو جاب لك صوره ليها، توقع ان هي ليها علاقه بهذه الجزئيه. خلاص بياخد اكل اخوه، بياخد نسبة اكل اكتر، فده بيبقى ضعيف. انا عندي بنت خالتي ممكن هي ملهاش، ما حدش فسر التفسير للسبب ايه بالظبط، بس وارد زي ما انت قلت ممكن يبقى سبب. ها ايه دنيتكم كده تمام ولا ايه؟ خلاص اعتقد ذات سيناف يعني النهارده. انا حاولت اعمل لكم كفرج للبرودكشن، طبعا في حاجات تانية مش عارف الصراحه اتقال ازاي كده، لان الفصل فيه مليون معلومه، فالشابتر مليان معلومات بنت لذينه. طب تعالوا ناخد دي بسرعه كده، لو جاب لك كده حاجه وجابت بعد شويه دول قدها كده، دي ممكن تبقى اليست ولا الاميبا؟ ده الحجم، ده الفوليوم او السايز، ده الاب، ده الاصل، ده الاوريجينال. دول مين اللي طالعين نفس الحجم، الاميبا ولا اليست؟ الاميبا. اما لو جاب لك المنظر ده كده وجاب لك واحد اصلي، ده الاصل زي ما هو وده طالع منه جزء صغير، ده اليست. في حته كده مهمه برضو، تطبيق الفهم. لو جاب لك في الامتحان صوره البلاسينتا وعمل كده الامبليكال كورد، يقول لك الناحيه دي ناحيه الفيتس ولا ناحيه المذر؟ في ناحيه دي ناحيه 1 وناحيه 2،
ناحية 2 دي تبع مين؟ الفيتس. عرفت منين؟ عشان الايه؟ الامبليكال كورد. خلاص طيب، لو انا قلت لكم دي فيميل، ده عمرها بالسنوات، الايدج بتاع الفيميل ده باليرز، وده النمبر اوف جريفيان فوليكلز، النمبر بتاع الجريفيان فوليكلز، عدد الجريفيان فوليكلز. خلاص، مين بيعبر عن حاله بنوته بعد البلوغ، بعد البيبرتي، بقى لمده 10 سنين؟ هل المنظر بيبقى كده، ولا المنظر هيبقى كده، ولا المنظر هيبقى كده، ولا المنظر هيبقى كده؟ 1 ولا 2 ولا 3 ولا 4 هي الصح؟ مين؟ 4 ثابته. الجرافين فوليكلز ما بتخسش، ده 10 سنين يا احمد، ده كل شهر تطلع واحده، بتنضج واحده، فالمفروض العدد بيقل على مدار السنين، يقل يقل، لكن دول ثابتين فدي غلط، دول بيزيدوا دي غلط، دول بقوا صفر ورجعوا زادوا تاني، مفيش الكلام ده، هما هنا بيقلوا 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 لحد ما توصل سن الايه. طيب ايه رايكم لو جبت جالك واحده ست دخلت في الميني بوز، او بلاش، طب بص كده، ده سن الميني بوز، ده النقطه دي الميني بوز، تمام، 45 سنه اهي، ولقيت انت هرمونين هنا نزلوا كده، نزلوا كده، وهرمونين بقى وكده، وبعدين ده بقى هو كده، مين 1 ومين 2 ومين 3 ومين 4؟ استروجين وبروجستيرون، ودول اف اس اتش و ال اتش. فاكرين عارفين النيجاتيف فيدباك، فاهمينها؟ ادي البيتيوتري وادي الاوفري، تبعت اف اس اتش و ال اتش، ترد دي بمين؟ بروجستيرون واستروجين، دول يزيدوا يزيدوا يزيدوا، يقولوا خلاص كفايه ده احنا زدنا، فتقلل الاف اس اتش والال اتش وهكذا. فلما الست تدخل في المينيبوز، الاوفريان بتاعتها، الاوفريز بتاعتها باظت، ما بقاش فيه خالص، دول ما بقاش دول خالص موجودين، فمش بيطلعوا، فمين كل شويه تبعت للاوفري، يا اوفري ما تطلعي استروجين بروجستيرون، تبعت لها كل شويه مراسيل اف اس اتش ال اتش، تبعت لها، فتلاقي عند الست بعد المينوبوز، لو عملت لها انت، لو عايز تشخص ماما مينوبوز، لا ماما احنا نعمل تحليل اف اس اتش وال اتش، لو لقيتهم عاليين يبقى انت خلاص كده مينوبوز، مينوبوز فعلا، مش الدوره توقفت لسبب من اخر، انت مينوبوز. تمام، بسطت ولا ايه الوضع معاكم؟ بسطتوش كلموني، ابعت لكم فلوسكم ونوقف كورس بقى، ولا ايه رايكم؟ ده حل حلو. ماشي، الحصة اتسجلت.